تطبيق الحيازة الإلكترونية أو اللي بتعرف بالكارت الذكي، دي كانت أحدى تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بهدف واحد، وهو دعم الفلاحين إن إحنا نقضي على السوق السوداء للأسمدة، ودي مشكلة كبيرة بتواجه الفلاحين والمزارعين. اشترك في الموضوع ده أكتر من 4 وزارات. خلونا نتعرف أكتر على نظام الحيازة الإلكترونية، امتى هيتم تطبيقه؟ هل ابتدوا يشتغلوا فيه؟ هل فعلا هذا النظام هيساهم ويساعد الدولة في وضع سياسات واستراتيجيات حقيقية للزراعة؟ كل التساؤلات دي هنطرحها على ضيفنا الكريم الأستاذ حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ حامد، خليني كده في البداية أسأل، هل فعلا ممكن الحيازة الإلكترونية في بادئ زي بادئ كده انها توقف لي السوق السوداء للأسمدة، ودي الشكوى الاولى بالنسبه للمزارع؟ اكيد طبعا هتوقف السوق السوداء، والهدف الرئيسي في واقع الامر من تطبيق الحيازه الالكترونيه او منظومه الكارت الذكي هو وصول الدعم لمستحقيه. حضرتك عارفه وزاره الزراعه بتقدم دعم للفلاح بصور متعدده الحقيقه، في دعم مباشر ودعم غير مباشر. احنا يهمنا طبعا الدعم المباشر اللي احنا بنقدمه له على مدخلات الانتاج، سواء كانت الاسمده او التقاوي او المبيدات او غيرها. مهم جدا ان احنا نتاكد ان وصول هذا الدعم يوصل للمستحق اللي هو الفلاح المزارع الفعلي اللي هو بيزرع الارض. قبل كده طبعا لازم نتكلم بصراحه، كان في مشاكل في الجمعيات الزراعيه التعاونيه يعني بسبب استخدام طبعا يعني النظام الورقي والدفاتر والكلام دلوقتي. ولغايه دلوقتي يعني ولغايه دلوقتي بس احنا ان شاء الله هنقضي عليه يعني وبسرعه. طبعا كان بيحصل تلاعب، بيحصل فيه مشاكل، فده كان بيؤدي انه احيانا الفلاح ما يقدرش يحصل على مستحقاته او الدعم اللي الوزاره فعلا عامله له. المنظومه دي الحقيقه هتحقق هذا الهدف بنسبه كبيره جدا، وده الهدف الرئيسي. بالإضافة إلى أنه هذه المنظومة يا أستاذة رشا هتتيح لينا عمل حصر دقيق جدا لمساحة الأراضي المنزرعة في مصر. أنا بقالي سنين بسمع على السياسة الزراعية ونحن نفتقد إلى السياسة الزراعية، كل واحد بيزرع على مزاجه، فاللي حاصل أن أنا ما بيبقاش عندي يعني الهدف المرجو من الزراعة. هل الكارت الذكي هيبقى فيه سياسة زراعية؟ لا، هو حضرتك تقصدي بالدورة الزراعية اللي هي كانت مطبقة قبل ذلك يعني. لا يا فندم، أنا أقصد السياسة الزراعية بمعنى أنه لأن أنا اشتغلت في الموضوع ده كتير، بمعنى أن أنا المنطقة دي أنا هزرعها كلها رز، المنطقة دي كلها موالح، المنطقة دي كلها دورة صفراء، المنطقة دي كلها كذا، أنا عارفة أن اللي هيخرج عدد كذا، الحكومة هتشتري كذا، الفلاح عارف هيجيله كذا. تمام. لكن دلوقتي إيه نتيجة أنه الأراضي متوزعة، مش يعني كل مزارع عنده، أنا بتكلم على الأراضي القديمة مش الحاجات الجديدة. فاللي حاصل أنه في حصل تفتيت، هي دي السياسة الزراعية اللي أقصدها يا فندم. يعني هو طبعا كلام حضرتك مظبوط، الكارت الذكي هينظم كل هذه الموضوعات. وهل الفلاح هيقبل؟ يعني هل انت تقدر تكبر الفلاح نتيجه للسياسه الزراعيه والكارت الذكي انه يزرع محصول معين؟ السياسه الزراعيه حاجه والدوره الزراعيه حاجه، اللي حضرتك شرحتيه دلوقتي هو الدوره الزراعيه، ان انا بحدد مساحات معينه يتم زراعتها بمحصول معين. دي الدوره الزراعيه، وكانت مطبقه قبل ذلك، لكن في الثمانينات بعد تحرير الزراعه وتحرير التجارة العالمية أصبح الفلاح بيزرع المحصول اللي هو عاوزه، اللي هو عارف إنه هو هيجيب له دخل أعلى. لكن بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية اللي هي فعلا إن شاء الله صدر قرار جمهوري بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية، بتطبيق هذه المنظومة ممكن نرجع مرة تانية لتطبيق الدورة الزراعية، بحيث إن الفلاح يكون عارف هيزرع إيه وهيسوقه إزاي وهيبيعه بكام، اللي هي السياسة التسويقية والتسعيرية لجميع المحاصيل اللي بيزرعها الفلاح. لكن منظومة الكارت الذكي هتعمل لي حصر دقيق جدا للمساحات التي يتم زراعتها من جميع المحاصيل على مستوى الجمهورية. طب دي هتعمل ايه؟ دي هتخلي امام متخذ القرار بيانات دقيقة لجميع المحاصيل والمساحات المنزرعة من هذه المحاصيل، وبالتالي ياخد القرار المناسب. بمعنى انا على سبيل المثال هبقى عارف انا زارع من محصول القمح بالظبط كام مليون فدان،
كم مليون فدان ده، دول تقريبا هيجيبوا لي كم مليون طن، وبالتالي اقدر اكون عارف هستورد قد ايه. يعني احنا هنكمل كلامنا، بس احنا جالنا الخبر دلوقتي وهو خبر مؤلم. احنا كنا لسه الصبح يعني بنعزي اسره الفنانه الراحله زبيده ثروت. الان جاءنا انه وفاه الفنان احمد راتب. احمد راتب توفي اليوم بعد صراع مع المرض، الله يرحمه. كان فنان جميل، ربنا يرحمه، اكيد كان فنان طبعا. جميل وقريب من كل واحد مصري يعني. انا اسفه يا فندم ان احنا قطعنا حديثنا، بس الخبر جه مفاجاه لينا الان بان الفنان احمد راتب توفي منذ قليل. يعني الله يرحمه، كان فنانا رائعا، كانت له اعمال جميله. لو تتذكروا احنا كنا دايما نتكلم على الفنان اللي دايما بياخد الدور الثاني او الصف الثاني، لكن بيبقى له دور مهم جدا وله تاثير كبير جدا. طبعا دلوقتي والخبر لسه جاي لنا ان الفنان احمد راتب ما اقدرش انسى ادواره المهمه مع الفنان عادل امام. يعني كان دايما بيبقى معاه في افلامه، في مسرحياته، مع الكوميدي العظيم نجيب ريحاني، كان العصر الفنان فؤاد المهندس في سك على بناتك. يعني فنان احمد راتب يعني ممكن نقعد نتكلم عليه كتير. هو بدا مشواره الفني وهو طفل، كان بيمارس التمثيل من وهو في المدرسه. طبعا موهبته في التمثيل كبرت وكبرت، والتحق بفرقه التمثيل اللي في الجامعه. ده كان بيدرس في كليه الهندسه، يعني هو مهندس، وبعدين التحق بمعهد الفنون المسرحية وخد بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية. الفن في دمه كان من بدايته. أول ما ابتدى في التلفزيون وعمل في مسرح الطليعة والسينما. كان بسيط، أداؤه بسيط، ما كانش متكلف. كان شخص كوميدي، حتى لو هو بيعمل دور في بعض التراجيديا عينيه كانت بتضحك. خد جايزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن مسلسل أم كلثوم. كان عامل دور الملحن العظيم اللي لحن لأم كلثوم أعمال عظيمة. أيضا زي ما قلت شارك الفنان عادل إمام في العديد من الأعمال. أعماله كانت جيدة، كان دوره مؤثر. خليني أقول أنه حتى الأفلام الجديدة، أفلام الشباب الحديثة، كان الفنان أحمد راتب قاسم مشترك لمعظم هذه الأعمال. خلينا أقول أنه كان بيؤدي الأدوار الهزلية بدور بارع، بطريقة لاذعة، بينتقد المجتمع وبينتقد أوضاع بطريقة بتقدر تتقبلها وتحبها. كل المجتمع، كل الفئات، وكل من الأطفال للكبار للسيدات، كلنا كنا بنحب أحمد راتب، الله يرحمه ويحسن إليه. 44 فيلم يعني في حياته، عمل 44 فيلم. طبعا بالنسبة للأعمال الدرامية التلفزيونية عمل أكتر من 99 مسلسل. يعني عمل أدوار كتيرة جدا. 44 فيلم، 99 مسلسل، 25 مسرحية. أرقام يعني في حياته اللي كان فيها معانا عمل أعمال فنية كتيرة. الله يرحمه. يعني حقيقي حزني بيزيد على حزني. يعني انا اسف يا فندم ان احنا قطعنا الموضوع، ربنا يرحمه. طبعا الفنان احمد راتب، واضيف الكلام اللي حضرتك قلتيه عنه ان هو كان فنان الحقيقه وطني من الدرجه الاولى، حقيقي، ومحب جدا لبلده، حقيقي، ربنا يرحمه. طب استاذ حامد، خليني اقول عشان بس نلحق وقتنا، ابتديتوا في النظام ده؟ ابتديتوا بدانا يا فندم استمارات؟ فعلا تم توزيع 6.5 مليون استماره على كل الجمعيات الزراعيه في مختلف المحافظات عشان يتم ملء هذه الاستماره بواسطه الجمعيات الزراعيه والمزارعين. احنا بدأنا فعلا بالفعل تطبيق هذه المنظومة في محافظة الإسماعيلية في مركزين خدناهم كنموذج، وفعلا تم إصدار الكروت، وانا جايب حتى نموذج منه اشوف يا فندم. وان شاء الله في خلال عام سوف ننتهي من اتفضل. ده زي كرت البنك تقريبا. زي كرت البنك وزي كرت لو التموين لو حضراتكم تقدروا تجيبوه.
زي كارت ده. لا على فكره ده كارت حقيقي يعني عليه اسم مزارع ورقمه وكل حاجه يعني. اه ممكن اقول ولا ما ينفعش؟ ما فيش مشكله بس رمضان احنا لسه ما وزعناش. طب هو عليه رقمه القومي يا فندم؟ اه كل حاجه يا فندم كل حاجه آه يعني بالزبط. الرقم القومي برقمه بالنسبه لكل بياناته بقى كل بياناته الزراعيه موجوده على هذا الكارت. آه. مساحه بتاعته وزارعها ايه وحدودها ايه وهل هو زارع ولا حايز ولا مستاجر كل البيانات بحيث ما يبقاش فيه اي سبب او اي وسيله للتلاعب. طب ده حاجه جميله جدا. يعني انتوا ابتديتوا بس في مركزين في محافظه الاسماعيليه دول كنموذج. لكن احنا ان شاء الله يمكن خلال العام سوف ننتهي من هذه المنظومه على مستوى الجمهوريه. تم توزيع الاستمارات بالفعل الاستمارات اللي هيتم ملئها لاستخراج هذا الكارت على جميع المحافظات. احنا عندنا كم تقريبا يعني حوالي 6 مليون ونص تقريبا. طب مين الوزارات اللي تعاونت معاكم اللي ادتك رقم 6 مليون؟ احنا العديد الحقيقه من المزارات لان دي منظومه الحقيقه يعني ضخمه. طبعا وزاره الزراعه عندنا وزاره التخطيط وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزاره الماليه وزاره الدفاع كل هذه الوزارات مشتركه في هذه المنظومه. مفروض ان انتوا تبقوا مخلصين امتى ويبتدي بقى الكل بيتعامل بهذا؟ يعني بقول لحضرتك فعلا تم توزيع الاستمارات وهيتم ملئها ان شاء الله خلال عام هنكون انتهينا من استخراج كل الكروت الخاصه بجميع المزارعين على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. على فكره الكارت ده كمان مش ليس فقط مدخلات الانتاج بالنسبه او مدخلات الانتاج بالنسبه للفلاح، بالعكس ده الفلاح لو عاوز ياخد كارد من البنك هيبقى عن طريق الكارت. اي عمليه من الزراعي تقصد؟ بالظبط. قرض من بنك الزراعه. بنك الزراعه المصري هو اتغير اسمه. بنك الزراعه المصري هيبقى عن طريق هذا الكارت. اي معامله اي حاجه عاوز يعملها هيبقى عن طريق هذا الكارت. وهو ممكن لو باع المحصول والفلوس كله عن طريق الكارت خلاص؟ كله خلاص ما فيش يعني. انت تبقى عارف انه هذا الشخص اللي معاه الكارت ده انه هو عنده قطعه ارض كذا، فانا عارف ان المحصول اللي هيطلع منه كذا. ده بالنسبه لمتخذ القرار ده بقى. ده مهم جدا عشان يبقى عندنا قاعده بيانات سليمه للزراعه المصريه. سواء كانت المساحات المنزرعه، زمام المنزرع على مستوى الجمهوريه، وايضا المحاصيل المنزرعه في جميع هذه المساحات. صراحه انا كنت خايفه انه يبقى زي كارت البنزين اللي ما حدش عارف عنه حاجه، لان انا عارفه انه ده مكلف الدوله كتير او مكلف الدوله كتير. لا يا فندم ان شاء الله خلال سنة ان شاء الله يكون تم تطبيق هذا النظام، وممكن لو في عمر نيجي ونقول فعلا تم التطبيق ان شاء الله. الاستاذ حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزاره الزراعه انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم منورتنا. مشاهدينا الكرام بنختتم مع حضراتكم حلقه النهارده من صباح البلد. برضو ارجع اذكر انه جاءنا العاجل بوفاه الفنان احمد راتب. البقاء لله، واكيد طبعا على مدار اليوم هنتابع يعني اكيد هتبقى في الجنازه ودفنه وهنشوف العزاء امتى. البقاء لله لهذا الفنان الكبير اللي امتعنا حقيقه. مشاهدي الكرام بكره معادنا ان شاء الله الساعه 8 الصبح مع حلقه جديده من صباح البلد. الى اللقاء.